ننتقل إلى القاهرة حيث ينضم إلينا محمد عباس ناجي الخبير في الشؤون الإيرانية. إذن سيد محمد، قراءتك لهذه الضربة العسكرية الأمريكية التي استهدفت السليماني؟ هي طبعا جاء يعني هذه الضربة جاءت في توقيت مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه رسالة لإيران بأنها لن تتسامح مع أي محاولات لاستهداف مصالحها مرة أخرى. نعم. وبالتالي تكون في الفترة القادمة أي محاولة من جانب إيران لاستهداف المصالح الأمريكية ستكون تقابل بإجراءات تصعيدية أو حازمة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وهي رسالة أيضا لإيران بأنه خلافاتها مع أمريكا لن تنحصر فقط في الاتفاق النووي، انما ستمتد ايضا الى الدور الاقليمي وبرنامج الصاروخي باعتبار ان قاسم سليماني هو الذي يدير ادوار ايران في المنطقه في السنوات الاخيره. نعم، اذا هي عمليه تظهر نوعا ما ضعف الجانب الايراني على عكس ما يريد اظهاره او يسعى الى اظهاره. كيف قد تقلب موازين المشهد داخل المنطقه؟ فاعتقادي طبعا ستكون بدايه لمرحله جديده من التصعيد بين الولايات المتحده الامريكيه وايران. يعني يبدو ان ايران كانت لديها رغبه في ان تتخذ مزيد من هذه الاجراءات التصعيديه في الفتره القادمه لرفع كلفه الاجراءات العقابيه الامريكيه، وبالتالي قد يكون ايضا انا في اعتقادي ايران ما زالت مصره على تبني سياسه الحرب بالوكاله، وبالتالي قد تحاول استهداف مصالح امريكيه ربما لن تكون في مناطق قريبه في منطقه الشرق الاوسط، ربما تكون في مناطق مختلفه من العالم، وهذا ما اعتادت عليه ايران للرد على اجراءات تصعيديه من جانب الولايات المتحده الامريكيه. وكانت هناك محاولات في الارجنتين، حتى هناك اتهامات لايران بالمشاركه في تفجيرات السفارات الامريكيه في افريقيا في التسعينيات من القرن الماضي. حزب الله كان لديه ايضا عمليات استهداف مصالح امريكيه واسرائيليه في عقود ماضيه، وبالتالي ربما تكون هذه الخيار الوحيد المتاح امام ايران للرد على مقتل سليماني. طبعا باعتبار ان سليماني، فقدان سليماني في هذه اللحظه خساره فادحه لطهران. نعم، الان وبعد هذه الضربه العسكريه يعني ما المتوقع؟ ما هو الاتي؟ مزيد من التصعيد، وربما التصعيد لن يتوقف فقط على مساله اجراءات فنيه في الاتفاق النووي او اجراء مزيد من التجارب الصاروخيه. اعتقد ايران ستحاول استهداف مصالح امريكيه بدليل تصريحات او وعيد المرشد خميني بالانتقام لمقتل سليماني. وان كنت اعتقد ان الولايات المتحده ستكون حريصه جدا في الفتره القادمه، ستحاول الرد بحزم ضد ايران لمنعها من التفكير في استهداف مصالحها في الفتره القادمه. نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمد عباس ناجي الخبير في الشؤون الايرانيه، كنت معنا من القاهره.